ترى أهي مجرد مطالب سياسية أم استكمال للثورة أم حتى إرهاصات أولى لثورة جديدة؟ عشرات القتلى ومئات الجرحى في ظرف 4 أيام، والمحتجون في ميدان التحرير مصرون على مواصلة الاحتجاج. بعض المحتجين كحركة 6 أبريل يدعون إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة، فيما دعا آخرون مثل ائتلاف شباب الثورة لتحديد انتخابات رئاسية قبل نهاية أبريل المقبل. وفريق ثالث كالإخوان المسلمين يضع نصب عينيه التصدي لوثيقة المبادئ الدستورية، ورابع كحزب الوفد ينادي بتأجيل الانتخابات البرلمانية أسابيع، وخامس يشمل بعض التيارات الإسلامية يصر على إجرائها كيفما اتفق. لكن ثمة آراء مغايرة تماما تتمثل في رغبة البعض في تحلي الجميع بالصبر ومنح المجلس العسكري فرصة ليمثل حلقة الوسط في خضم التجاذبات والاستقطابات الحالية، بل وليتولى أيضا مهمة حفظ الأمن. وجهات نظر متناقضة وتطلعات مختلفة تصطدم بواقع سياسي معقد للغاية، ما يصعب إمكان الوصول إلى حل يرضي الغالبية. استقالة حكومة شرف ربما فتحت الباب لتشكيل حكومة إنقاذ وطني قد يوافق المجلس العسكري على تشكيلها ومنحها صلاحيات واسعة، وهذا ربما يقود إلى التهدئة. سيناريو آخر يتمثل بتشكيل حكومة دون تطلعات الشارع، أو على الأقل جزء منه، ما يعني غالبا استمرار الاحتجاجات. أما السيناريو الرابع فقد يكون تأجيل الانتخابات ريثما تنتهي مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، والأرجح في هذه الحال استمرار الاحتجاجات أيضا. ومن المحتمل كذلك أن يسعى المجلس العسكري لنزع فتيل الأزمة من خلال حوار موسع مع القوى السياسية، وقد يستميل بعضها على الأقل بقصد إضعاف الاحتجاجات، وربما يستجيب أيضا لبعض المطالب على أن تبقى المطالب الكبيرة قيد الدراسة والمشاورات، وقد يلجأ إلى حلول أمنية بذريعة الحفاظ على مكتسبات مصر. ولا يستبعد كذلك أن يتسع نطاق الاحتجاجات ويرتفع سقفها ليطال بقاء المجلس العسكري ذاته، مع صعوبة الرهان على وجود بديل جاهز متفق عليه. سيناريوهات وحلول عدة تبقي المشهد المصري مفتوحا على كل الاحتمالات. خالد عويس، العربية.